فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الخرجات التي يقوم بها بعض الشباب في تحفيظ القرآن؟ جزاكم الله خيرا. والله نحن نوصي الشباب ونوصي الإخوان وطلبة العلم أن تكون حلقاتهم في المساجد، أن تكون في المساجد، ينتفعونهم وينفعون الناس الذين يحضرون ويستمعون. أما أنهم ما يدرسون إلا في البر أو يدرسون في أمكنة خالية من الناس فهذا ما هو المشروع. المشروع أن المساجد هي محل الدروس وهي محل العلم وهي بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقي دروسه في المسجد، والعلماء من بعد الرسول كانوا يلقون دروسهم في المساجد. أما تنظيم رحلات أو أنه ما يلقى العلم إلا في مخيم ولا في مكان ولا في غرفة فهذا في الحقيقة شيء غريب على المسلمين. نعم.